Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم معهد التربية الإسلامية هذا يقع في ولاية قدح شمال ماليزيا لقد أسس عام 1980 تدرس فيه علوم الشريعة والعربية والأكاديمية حرصا على بناء أجيال القادمة جيل العلماء الربانية وقد تجاوز عدد طلابه قرابة 600 طلبة سنويا ولتحقيق أهداف الكبيرة لهذا المعهد العريق بدأنا بمشروع جديد لبناء منشأة جديدة تضم فيها الكليات والإدارات والقاعات المختبرة لأجل أبناء المستقبلية ولكن للأسف الشديد توقفنا عن بنائها مؤقتا لعدم توفير المال ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى مبلغ هائل من المال قرابة 2 مليون رنجيت يساوي نصف مليون دولار أمريكي ها نحن هنا نرحب بالجميع على من يرغب بالمساعدة فيما آتاكم الله من فضله قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكونوا معنا أيها السادة الفضلاء وإخوة الكرماء لإنشاء هذا الصرح المرموق نحو جيل العلماء الربانية ليكون دعاة الأمة وهداة الملة ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الصدقة جارية وأن يكون هذا المشروع من مشاريع الآخرة لنا ولكم أجمعين فجزاكم الله أحسن الجزاء.